طالع اليوم حتى صيد بحيرة تقريبا تبعد عليه ساعة عن البيت، وهاي المدينة سدخلنا بيها شو مدينة ما مهجورة، هاي مدينة الأشباح. أول شغلة وهاي الثانية، هاي ذرة مهروسة كريمية، هاي أفضل للعلفة. استجي طريقة الماكينة تشتغل. طبعا علفة كلش مهمة شباب بالصيد، كلش كلش مهمة. شنو ما يكون الطعم مالتك هذا المهم، المهم عندك العلفة. شباب شوفوا الذرة الكريمية شلونها، تخليها كلش متماسكة للعلفة. طبعا هاي علفة مو طعم، هواي يكذبون يقول لك شتعوة تشامر طعم القد كبير، بس هذا علفة تشمرها بالماء، لو تخلوها بالعلافة الأفضل تخلوها بالعلافة. هيك علافة مو سبرينج، اكو اللخة الماثود فيدر، او انت تسووها بالبيت اي طريقة ثانية تخلوها هنا بهذا الشكل. يجي السمك ياكل بالعلفة وبعدين يروح على الطعم اللي هو يكون تقريبا فد 10 اصابع بعيد عن العلافة. اليوم الطعم عندنا غريب، اول مرة راح استخدمه اللي هو موز. موز راح اقطعه واخليه بالشوص. الطعم الثاني راح اسوي تحدي، العنب والموز. هذا عنب كان بالبيت خيت عنقود، هذا الموز هم خمضة من البيت. باليوم قلت خلي اجرب صيد بالموز والعنب، اخر شيء اذا ما صدنا راح ناكلهم ونروح للبيت. بس تجربة حلوة وما عندنا شيء، قلنا خلي نجربهم اليوم، الجو حلو بهوا صحيح. الحمد لله احنا سب بالعاشر بشهر العاشر جان صيد. تابعوا الفيديو للنهاية. طبعا العلفة كل انواع السمك يجي عليها، شوف شكو سمك بالبحيرة راح يجي على العلفة ياكل من عندها، السمك الصغار الكبار انواع الثانية مو شرط للكارب. عندكم اليلو بيرش، عندكم بلوغيل، عندكم الشاد الجري. بهذا الشكل راح اجرب هذا الشكل، لو اسويها السبحه خلي واحدة اصغر لان هذيك كانت اكبر. بهذا الشكل خليته. راح اشمر، عندي اربع سنارات جايب ويا الكارب، اثنين راح اشمر عنب واثنين موز. شمرت العنب هنا عدل، بالسناره الثانيه راح اقصهم بالنص حتى يمكن تطلع ريحته افضل. خلي اجيب الجرس، اخلي الجرس واعلقه هنا. الحلو هنا بهذا المكان السنارات خلوها هنا مسوين، يعني هذا مكان خاص للصيد، هذا الحلو بالباركات بامريكا. هذني متوفرين بعلي اكسبريس، اي باي، امازون، وين ما تريدون موجودين وكلش رخيصين، تقريبا 20 واحد 10 دولار او اقل. اول سناره الطعم هذا عنب، حفظوه وياي، هاي البيضه والسوده هاي عنب. راح اشمر الثانيه، هاي بعد ما علفتها هسه عندنا البيضه والسوده عنب، عندنا الصفره والسوده مع عنب. بس هنا ايش راح اسوي؟ خل اقصها نصين حتى اصور حتى ريحتها تطلع. هاي بهاي الشكل
هاي السنارة شمرتها بهاي الزاوية، هاي اللخة زاوية كلش منها، هاي السنارتين عنب. الموز راح اشمرهم هيك عادل منها، وحدة قريبة وحدة بعيدة راح اشمرها لان هم يكون قريب للكارب. هسه حاليا طبعا انتو جاي تلاحظون كل سنارة بيها علافة، وهذا قلت لكم كلش مهم العلفة. هاي الموز راح اخليها هي وال طبعا كبيرة، اخليها هي والجلد مالت حتى تكمش بال ولو فلتت هي. يلا خطوة اللي هاي سويتها بهالشكل، طبعا هي يوم تجربة. هاي بهاي الشكل، هاي الخضرة موز. هاي شمرتها شوية بعيد، فهاي الأخيرة آخر واحدة راح أشمرها قريبة عليها، بس خلي بيها جرس. الوقت تقريبا نص الساعة 12. هاي آخر واحدة هم موز. هذا الفيديو سويته لان هواي يقولون انت كل شيء بامريكا تصيدون باي شيء تذبون لان السمك متوفر، فهي تجربه خلينا نشوف. راح نصيد بيه شغلات، لو الافضل انه نشمر بالذره. انا دائما اصيد بالذره مثل ما قلت لكم تقريبا شمرته، انا افضل طعم الذره اكثر من كل شيء يعني. سنارات جاهزة، عندنا أول سنارتين موز، آخر سنارتين هن عنب. تقريبا قلت الوقت هسه الساعة 12 الظهر، الجو هوا مثل ما شايفين الأشجار، وشايفين السمك البلوغل كميات كبيرة طبعا. شوفوا هذه جاي تضرب على الطعم. أنا جاي أحاول أحرك الطعم حتى يظل متحرك دائما، لا يظل ثابت، انه ليه ما يضربون على الثابت. اليوم اللي مساعدنا الشمس يعني قوية، فالسمك مبين بالمي، لو مغيمة هذا ما نقدر نشوف السمك. شوف انت الكميات الكبيرة والهواية، بس ماكو ذاك الصيد الهواية يعني. هاي لو نقدر بالشبكة طبعا ونصيدهم. طبعا هي البلوغل، شو تختلف عن البلطي. هاي صغيرة طبعا، اكو اكبر من عندها. انا ايش سويت؟ شمرت شوية علفة. شباب تقريبا صار لنا ساعة من شمرت السنارات العنب والموز، لسه ماكو اي حركة. العنب راح ابقيه لان شويه قوي الطعم، اما الموز فواحده من عندهم راح احركها اذا اشوف وقعت هذا الطعم وقع له بعدها مشلب بالشص، لانه ما اعرف ايش قد يتحمل، خاف ماكلي السمك الناعم، فبدي اعرف انه اكو طعم بعده موجود له لا. فخلي رايكم شغل، هذا كنت متوقعه. ماكو اي طعم، الطعم واقع. العلفه شوفوا باقي شويه من عندها، فالموز الطعم رايح، الظهر سمك صغار لو ما اكليه لو هو يعني ما ينكم الزين بالشوص. فش راح اسوي؟ راح اشمر ذره بيها هاي. السنه الثانيه اللي بيها موز راح اطلعها هم اشوف شنو مشكلته، واقع الطعم لو بعده موجود. بس هاي راح اخلي بيها ذره، هاي دائما اصيد بالذره، فعندي ساعه اللخ خلينا نشوف راح نصيد بيها بالذره لو لا. شباب هسه خليت بهاي الذره بهذا الشكل، والعلفه اللي شوفتكم اياها. انا قبل شويه شفت كارب هنا، راح اشمرها قريب هنا.
الذرة طبعا هي نمبر وان بالصيد، صيد الكارب. راح اطلع هاي اللي خل بيها موز. هم راح اشمر بيها موز. اشوف بس اتاكد من الطعم بعدها موجود لو هم واقع. لا شوف هسه هاي بس باقي الجلد الخارجي مال موزه فواقع. احتمال اسويها غير طريقه النهايه مال موزه بها بهذا الشكل. انا هذا الفيديو تحدي الي مو تحدي للصيد، عاد اشوف شنو انواع الطعوم اللي الواحد يقدر يصيد بيها. لاني دائما اصيد بالذره، والذره هي طبعا هي قلت نمبر 1 بالصيد. ساعه راحت ساعه اللخه نجرب. العنب بقي ما صار العنب يكون واقع، لان العنب خشنه شانت شويه. هاي مالت الثيبس فالفها. هنا قلنا نصيد انواع ثانيه من السمك صغار، كان بس البلوغل بس جاي ارجع للمي. حبايبي طبعا صيدت هسه هاي الجولدن شاينر اللي هي السمكه الذهبيه. هذا حجمها تيجي شويه اكبر، يعني هسه كل زينه واحد ياخذها ويروح يقليها. تيماش تجي شوي اكبر بعد شوي اخشن من عندها، سواء حجمها كلش مناسب واحد ياخذها. حبايبي شوفوا هاي، هاي الجولدن شاينر، هاي الثانيه بعد كبرها ما شاء الله اكبر من الاولى. المكان اللي انا بيه يتواجد بيه هذا السمك الجولدن شاينر. سمكه حلوه طيبه بالتقلاه، واذا صدت كميه زينه راح اقليها وجمعهم حتى اقليهم كلهم، ما تسوى واحده واثنين. شنو ضربتها ماكو بعد؟ ايه شوف شلون سحبتها وضربتها. هاي كانت الذرة فلتت. شباب راح اشمر بنفس المكان. اللي صار هنا هسه حاليا جاي احاول اصورها. الشغلة الثانية والاهم كانت انه ما كنت مرخي الماكينة فاتح الخيط حتى تسحبه. راسا نامت فلتت، بس انا كان عاجبني ان اصورها اللقطه اللي من تسحب، بس ما كنت مرخي الماكينه حتى اسحب خيط عندي. هضربها بالمي حتى توقع العلفه من العلافه تنظف. راح استخدم الطوافة وشص ناعم صغير. الطعم راح استخدم ذرة. البلوغل طبعا قريب عن البلطي اللي موجود بمصر او موجود بالعراق، بكثرة صاير بالبصرة حاليا اصور البلطي. بس البلوغل شكله يشبه البلطي بس ويختلف نوعية ثانية، حتى تقريبا لونه يختلف، يجي اخضر على اصفر من جوا، وهنا يم الغياشي مالته تكون نقطه سوداء، فالعالم شبه بالبلطي. جا يضربون عليها، لازم دائما مرات ايش احركها. خل اراوي لكم اكثر. شوف الطوافه تجمع البلوغل على الذره، لازم شوي شوي احركها الطعم حتى يعرفون انه طعم متحرك هنا.
لو تشوفون الكارب، شوف الكارب شلون قامت تذبح هذيك، هي هالكارب. طبعا عنب صار اكو ضرب عليها، بس انا يمكن غلط احتمال حاط اثنين هوايه ما قدرت تبلح الكارب، بس هم اثنيناتهم موجودات. عالجايات ان شاء الله خلي بس وحده واصغر اقصها شويه واسوي قطعايه وحده. صار ضرب على العنب، الموز كان يوقع من الشوص فما ما شجع الموز. الذره اول ما شمرتها صادت قبل، حتى شوف العلفه بعدها قلتكم هاي الكريميه الذره الكريميه كل الزينه، خليها متماسكه للعلفه. الذره راسا صادت وشمرت وراها ذره غيرت نذني، بس انا هسه حاليا راح اروح يعني مو مال ابقى بعد. بس اذا سالتوني شنو افضل طعم راح احكم الذره والذره الطايفه والذره الحلوه. اذا عجبكم فيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناه، تفعيل الجرس وضغط على زر اللايك. تحياتي لكم.